واحد لأي مساعدة فنية الاستاف بتاع أفريقيا سنتر، مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والمركز الأمريكي والمعهد الأمريكي للسلام سوف يساعدونكم. قبل ما نبدأ أود أن يكون كلمات بسيطة من كيد كنوف مديرة المركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، ومن سوزان إستيغان هي مديرة للبرنامج أفريقيا في المعهد الأمريكي للسلام. البرنامج الندوات دي هيعقد بمشاركة بتاع المعهدين، المعهد الأفريقي والمعهد الأمريكي للسلام ومركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية. أنا ممكن أقول ميس كيت وسوزان من أعز الأصدقاء للسودان، فحندي الفرصة لكلمات بسيطة لكيت كنوف ومن بعدها سوزان عشان يستقبلكم في هذه الندوة. كيت مرحب بك. Well, thank you, Dr. Luca, and it is a great. دكتور لوكا، شكرا جزيلا. إنه لمن دواعي شرفي أن أرحب بكم من معهد إفريقيا لدراسات مركز إفريقيا لدراسات الاستراتيجية والمعهد الأمريكي للسلام، وشكرا جزيلا للانضمام إلى هذه الندوة. معهد إفريقيا مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية هو يعمل من أجل طبعا تعزيز قطاع الأمن وأيضا تقوية المسؤولية وفعالية مشاركة إفريقيا. نحن في National Defense University، أي معهد، نحن لا نمثل طبعا الحكومة، ولكن نحن معهد أكاديمي، فنحن دائما نعمل من أجل أن نعزز قطاع الأمن في إفريقيا وأن نمنح طبعا منصة للمناقشات والتواصلات وأن نقوي أيضا العلاقات الموجودة وأن نعطي حلول مناسبة في هذا القطاع. نحن نحاول أن نعطي طبعا تحاليل مع كثير من الخبراء، نمنح بالمشاركة مع كثير من الخبراء والمحللين، وأن نعطي حلول من أجل أن نقدم بعض أن نغطي بعض الحلول المناسبة في قطاع الأمن وأن نرفع بعض التحديات المتواجدة في هذا القطاع. عبر كل هذه المشاركات نحن أيضا نقوي الشراكات المتواجدة بين الدول، وطبعا نعمل مع الشركاء، مع العسكريين والمدنيين، مع القطاع والمنظمات المدنية، وأن نعطيه لكل هذه الشركات صبغة خاصة، وأن نعمل مع كل الشركة. نحن طبعا نحاول أن نقوي كل هذه الشركات عبر كل التجارب الموجودة، الخبرات التي هي تحت تشرفنا، وأن نحاول أن نعطي بعض الحلول المناسبة. فنحن إنه لمن دواعي شرفنا أن نتواجد اليوم وأن نتشارك اليوم مع معهد السلام الأمريكي من أجل أن نعطي بعض الحالات ونقدم بعض الحالات وأن نقوم بإعادة تصور لقطاع الأمن هذا. فأنا إنه لمن دواعي سروري أن أبدأ هذه المناقشة اليوم في هذه الحصة الصباحية، وأنا متحمسة من لأسمع كل المشاركات في هذه الندوة. شكرا السيدة سوزان، الكلمة لك. شكرا جزيلا السيدة كيد، أود أن أعيد وأرحب من طرف المعهد الأمريكي للسلام، وإنه لمن دواعي سروري أن نتشارك مع معهد المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية. أنا أقول إن معهد السلام هو مستقل ولقد أسس من طرف الكونغرس، وهو ومعهد السلام هو مدمج في إطار السلام هذا. نحن نقوي مهمتنا عبر الشراكات مع المجتمع المدني وبعد مع طبعا الحكومة ومع عبر المحادثات وعبر كل الإصلاحات التي يمكن أن نقدمها إلى قطاع الأمن. نحن أيضا نعمل من أجل أن نعلم
السياسات الأمريكية. نحن نعمل مع معاهد كثيرة ومع دول كثيرة ونتشارك مع هذه الدول من أجل أن نعزز قطاع الأمن. فنحن طبعا مهمتنا هي مهمة مهم هي جدا. نحن نرى أن هناك أمل خلال خاصة خلال الفترات الانتقالية. نحن نسمع من زملائنا أن هناك انتظارات كبيرة وأن خلال هذه الفترات الانتقالية طبعا كما قلت هناك تحديات وهناك حاجة من أجل أن تكون هناك ربط ما بين المواطنين وبين المجتمعات وبين الحكومة. فلهذا السبب نحن طبعا إنه لمن دواعي سرورنا أن نقيم هذه الشراكة مع معهد مع مركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية. إنه لمن دواعي سرورنا أن نقيم هذه الشراكة. والكلمة لك الآن الدكتور لوكا. شكرا جزيلا سوزان. شكرا كيد للتقديم القيم عن الأهداف بتاع المركزين. نستقبلكم تاني ونحن نقول إنه رغم إنه ما حنقدر نشوف بعضنا في هذه الندوة إلا إنكم تمثلوا قطاعات مختلفة لأصحاب المصلحة والقطاعات مختلفة من المجتمع السوداني، ولكم كل الخبرات اللي ممكن الناس يستفيد منها في هذه الندوة. زي ما كيد قالت من الأهداف الأساسية بتاع المعهد كيف إنه ممكن تحقيق الأمن الإنساني في أفريقيا بإيجاد منابر صادقة وموثوقة لنقاش قضايا الأمن في أفريقيا. يا حبذا هذه الندوة تكون من مساهمتنا لخلق المنبر الموثوق والمنبر اللي الناس يعكسوا أنا أراه. السودان بتواجه مشاكل معقدة وهذه المشاكل بتحتاج لحوار وطني صادق، الحوار الممكن كل الآراء يستمع لها وكل الأصوات، لأنه ما في قطاع محدد ممكن يعالج القضايا المعقدة في السودان. والمنبر دي الحدب منها إنه كيف ممكن نشوف آراء مختلفة وتمكين السودان في المرحلة الصعبة ولتحقيق الأهداف الثورة السودانية. من أن إحنا في المركز الأفريقي زي ما قالت كيت لاحظنا إنه تقديم الأمن للمواطن الأفريقي ده من التحديات الكبيرة للدول الأفريقية، وفي بعض الأحيان لاحظنا إنه الدول في نفسها بقت سبب عدم الاستقرار وعدم الأمن للمواطن في أفريقيا. الدراسات كثيرة كمان ورد على أساس إنه رغم الارتفاع في الإنفاق في القطاع الأمني إلا إنه ليس هناك تحسن في توفير الأمن للمواطن في أفريقيا، وفي الغالب الأحيان ربما في تدني في الأمن في معظم الدول الأفريقية. هذا الفشل لتوصيل الأمن للمواطن في أفريقيا ممكن يكون السبب الأساسي فشل الحوكمة والانعدام القيادة الاستراتيجية برؤى وطنية لمعالجة التحديات الأمنية في أفريقيا. السودان زي أي دول في أفريقيا بتواجه نفس المشاكل بتاع كيفية توصيل الأمن للمواطن في السودان. نحن أثبتنا كمان بالدراسات كثيرة إنه في حالة إنه تطوير الاستراتيجية الأمن القومي بمشاركة كل القطاعات وأصحاب المصلحة ممكن للمتخذين القرار في دول أفريقيا ممكن يتمكنوا في مواجهة التحديات الأمنية وتوصيل الأمن للمواطن في أفريقيا. الهدف الأساسي من هذه الندوات بنحن بنشوف إنه السودانيين هم اللي هم المسؤولية الكبرى
في تحقيق الأهداف الثورة السودانية. وأي تدخل خارجي لا يمكن يحقق الأهداف الثورة السودانية. ومساهمتنا إنه كيف نسهل وندعم الجهد الوطني في السودان لتحقيق هذه الأهداف الأهداف الثورة السودانية. حيكون الندوات دي في سلسلة من الندوات. حيكون الندوات دي زي ما ذكرتها، حيكون الندوة اليوم الليلة حيكون حول التحول الديمقراطي والدور الحاسم لقطاع الأمن. الندوة الثانية حتقام يوم 15 شهر 3 الساعة 2 بمواعيد السودان. هل هكون تقييم للعلاقات المدنية العسكرية في السودان، وشنو ممكن للتعضيد وتقوية العلاقة بين المدنية بين المدنيين والعساكر. الندوة الثالثة حتقام في إبريل شهر يوم 12 نفس الساعة 2 في مواعيد الخرطوم. حيكون التركيز على الاستراتيجية الأمن القومي كأداة لتحسين العلاقة بين العسكر والمدنيين، وكمان لتحقيق الدور القطاع الأمني في الفترة الانتقال الديمقراطي. الندوة الأخيرة هتركز على أهمية الاستراتيجية الأمن القومي بالنسبة للسودان في الفترة الحالية، وده حيكون من المنظور السودانيين الذين حضروا الندوة الأخيرة في ما يختص باستراتيجية الأمن القومي. هذه الجلسات هتكون جلسة عن طريق حوار مع بعض الخبراء في المجالات المختصة. هيكون لمدة بتاع 45 دقيقة. من بعد هتكون في الجلسة بتاع الأسئلة وعن الأسئلة هتكون لمدة بتاع 30 ساعة. الجلسة الحوار هيكون مسجل، أما أن الأسئلة هتكون ما هيسجل لتحقيق الهدف بتاع الشتم هاوس، لوائح الشتم هاوس. بالتحديد الأهداف لهذه الندوة اليوم 3-4 أهداف. واحد، ويا حبذا نحقق هذه الأهداف. واحد، ما هي الدروس المستفادة عن الدور القطاع الأمني في التحول الديمقراطي في القارة الأفريقية؟ وحيكون عندنا مثال من تونسيا، هتكلم عن التجربة التونسية والتجربة السودانية. الهدف الثاني هو البحث عن الدروس المستفادة في كيفية الاستفادة من عمليات الإصلاح القطاع الأمن حتى يلعب دور فعال في التحول الديمقراطي. ثالثا، مناقشة شنو الممكن السودان يستفيد من هذه الخبرات في أفريقيا لإنجاح الفترة الانتقالية، الفترة التحول الديمقراطي. وفي النهاية هنحاول إنه نشارككم بأدوات لتطوير الاستراتيجية الأمن القومي في أفريقيا بناء على خبرتنا في أفريقيا. دي حيكون الأهداف إن شاء الله هننجح في تحقيق هذه الأهداف. لكن قبل ما إنه نقدم الخبرة حيكونوا في لهذه الندوة، هناك بعض اللوائح عايزين نتابعهم. وزي ما ذكرت الندوة حتكون عن طريق الحوار مع الخبراء، حيقدم لهم أسئلة وبعد كده يجاوب الأسئلة. في الفترة بتاع الحوار لو أنت عايز تسأل أسئلة يمكنك أن تبدأ في كتابة أسئلة في المفتاح المختص في الصفحة الزوم.
ممتده في الاسئله في خلال الحوار او بعد الحوار. ولو اردت ان تسال السؤال في الجلسه بتاع الاسئله يمكنك ان ترفع يدك في المفتاح المختص في الصفحه بتاع الزوم. وحنستلم الاسئله بانجليزي وعربي. ولو انت محتاج لاي مساعده فنيه الستاف بتاع المعهد الامريكي للسلام ومركز افريقيا للدراسات الاستراتيجيه هيساعدكم في هذا الاطار. خلينا بعد كده نقدم الهدف بتاع الندوه دي. ثلاث اهداف للندوه دي وفي اطار التحول الديمقراطي والدور الحاسم لقطاع الامن. الهدف الاول هو تشخيص الدور الهام لقطاع الامن في الفتره الانتقاليه او في التحول الديمقراطي. التراجع عن الدروس المستفاده حول الاصلاح القطاع الامني في التحول الديمقراطي. الهدف الاخير هو مناقشه اسباب فشل بعض التحولات الديمقراطيه في حال رفض الجيش للتنحي من السلطه والتخلي من السلطه للحكومه المدنيه. دي حتكون ثلاثه اهداف اللي احنا عايزين نحققها في انا عايز نشير كمان عندنا بعض المواد وفرناها في الصفحه وهذه المواد مجموعة من المقالات مواد ممكن تستفيد منها ويمكنكم اللجأ لهذه المواد للاستفادة للحوار والندوات الحكاية. خلينا بعد كده أقدم المتحدثين. أنا مبسوط إنه عندنا شخصين ممكن أقول خبراء في المجال التحول الديمقراطي والدور القطاع الأمني. وأنا بشكرهم لقبولهم لمشاركتنا بخبرتهم ودراستهم في هذا المجال. أن إحنا قدمنا سيرة ذاتية لهم لكن هنحاول إنه نركز على بعض الملامح الأساسية في خبراتهم والمؤهلات. نبدأ بالدكتور عدنان منصر. عمل متحدثاً باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي في 2012 وحتى 2014. وهي الفترة المحورة المبكرة للانتقال الديمقراطي في تونس. كما شغل أيضاً منصب مدير الحملة الرئاسية للدكتور المرزوقي عام 1214. وهو أستاذ التاريخ الحديث في جامعة سوسر ومتخصص في تاريخ المؤسسات والفكر السياسي. كما شغل أيضا منصب نائب عميد الجامعة وعمل باحثا في معهد الأعلى للتاريخ الحركة الوطنية وعضوا في اللجنة العليا للإصلاح السياسي. وهو مؤسس ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في المغرب العربي ويحمل درجة دكتوراه في التاريخ من جامعة سوسر. عايز ننوه أيضا أنه دكتور عدنان كان حضر الحوار اللي أجريناه في خرطوم في مارس القادم في 2020 وكان من المتحدثين وعكس التجربة التونسية. أنا هتكلم عن التجربة التونسية. المتحدث الثاني هو الدكتور هو البروفيسور حسن أحمد. هو أستاذ بقسم العلوم والسياسة بكلية الدراسات الاقتصادية دراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة خرطوم وعمل مديرا للأكاديمية العليا لدراسات الاستراتيجية والأمنية. كما شغل منصب عميد الكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم. حصل على درجة دكتوراه من
جامعة شمال تكساس بعد حصوله على ماجستير من جامعة ميزوري وكولومبيا. عمل أستاذا زائرا في كلية أحمد محمد العسكرية في قطر وكلية العسكرية الجديدة والتفاوضات العالم العربي. الدراسة في العلاقات المدنية العسكرية في مصر وسوريا واليمن. وقد حاز على الجائزة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية في سنة 2014. عايز أقول إنه بروفيسور حسن هو كمان حضر الحوار اللي نحن عقدناه في خرطوم في مارس 2020. خلينا نبدأ أولاً بعدنان منصر. وعايز نركز إنه التجربة التونسية لها خصوصيتها واللي ممكن السودان يستفيد من هذه التجربة، لأنه الثورة قامت وجابت تغيير وفي تحديات، وتونس اليوم يقيم الفترة الانتقال الديمقراطي والثورة التونسية بعد 10 أعوام. وحنبدأ بالشكر جزيلاً دكتور عدنان لحضورك ومشاركتك في هذه الندوة، ويا حبذا إنه السودانيين هيستفيدوا من التجربة التونسية بمداخلتك. عايز نبدأ أولا بسؤال، استنادا إلى خبرتك الشخصية ومشاركتك في عملية الانتقال في تونس، لماذا تعتقد أن القطاع الأمن ولا سيما الشرطة وأجهزة المخابرات هو أحد أصحاب المصلحة المهمين في أثناء الانتقال الديمقراطي في تونس؟ الفرصة لك دكتور عدنان. شكرا لك على الدعوة، شكرا للطرفين المنظمين على إتاحة الفرصة لي مجددا للحديث حول التجربة التونسية مع الأشقاء في السودان ومع الأشقاء في معهد السلام ومركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية. أحمل أجمل الانطباعات على الندوة التي تمت منذ سنة، وسعيد جدا بأن تتجدد الفرصة للحديث في هذه المسائل. حتى لا أطيل، أجيب على النقطة التي طرحها الدكتور لوكا في خصوص مركزية ومحورية هياكل الأمن أو قوى الأمن والاستعلامات في مرحلة الانتقال الديمقراطي، أي في إنجاح أو إفشال الانتقال الديمقراطي. أقدم بعض الإشارات البسيطة حتى يستطيع الأخوة والأصدقاء المتابعون يعني تحديد النموذج التونسي في هذا الموضوع. الأمر يتعلق ببلد معظم سكانه يقطنون بالمدن، أولا نسبة التعلم عالية، وحدة مذهبية، ذوبان كلي تقريبا لهياكل التنظيم القبلي، وعراقة في التنظم السياسي والجمعياتي. لا يجب أن ننسى، وهنا فرصة لأذكر، أن تونس كانت قد سنت أول دستور في العالم العربي والإسلامي، وكان ذلك في سنة 1864. وحتى الحركة السياسية ضد الاستعمار الفرنسي كانت تسمى بالحركة الدستورية، لأنها كانت تطالب أساساً بالدستور وبالمؤسسات النابعة عن الدستور، أي بتوزيع السلطات، بتفريق السلطات. هذا هو السياق العام. يبقى أنه طيلة 30 سنة الأخيرة قبل الثورة، خاصة في طيلة عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والعشرية الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق قائد الحركة الوطنية زعيم الحركة الوطنية الحبيب بورقيبة، تحول النظام تحت وطأة الاحتجاجات الاجتماعية ووصول أجيال جديدة من المثقفين المعارضين للسلطة، وانعدام الحلول الاقتصادية والاجتماعية وتراجع القدرة على التشغيل، تحول إلى الانغلاق، وأصبح النظام في حالة من الانغلاق
التي دفعت للتعويل على أجهزة الأمن والاستعلامات، وأتحدث هنا عن الاستعلامات المدنية بصفة خاصة، وإلى أن أصبح النظام يطلق عليه أو يوصف بأنه نظام بوليسي ونظام أمني في السنوات الأخيرة من حكم بن علي. ما حصل هو أنه، وهنا أشير إلى نقطة رمزية هامة جدا، وهو أن أكبر مظاهرة تمت في الثورة، وهي المظاهرة التي يعرفها يعني الناس في العالم، هي مظاهرة يوم 14 يناير، وهذه المظاهرة تمت أمام وزارة الداخلية، وهي التي قلبت اتجاه الأمور ودفعت إلى انطلاق التحولات فيما يسمى منذ ذلك الوقت بالانتقال الديمقراطي. لماذا وزارة الداخلية؟ لأنه كانت هناك قناعة بأن المنظومة في تونس أو النظام في تونس هو أساساً وزارة الداخلية. صحيح أنه كان هناك يعني مدنيون يسيرون البلاد، ولكن الجهاز الأساسي الذي كان يستند إليه ويتدعم الاعتماد عليه، خاصة إبان الأزمات الاجتماعية وتصاعد الاحتجاجات، هو جهاز الداخلية. وهذا يعني جعل هذا الجهاز يمتلك كل المعلومات الممكنة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعن الفاعلين السياسيين وعلى الجمعيات وما إلى ذلك. الدليل على ذلك هو أنه وزارة الداخلية هي التي كانت تسمح بتعطي رخص التظاهرات، هي التي كانت تعطي رخص للأحزاب، هي التي كانت تعطي رخص للجمعيات. وبالتالي هناك نوع من التغول للجهاز الأمني، جعل هذا الجهاز مراقبا لكل شيء، ويعني أصلا لا أحد يتصور أنه بالإمكان إنجاح انتقال ديمقراطي دون إما إزاحة الأمنيين من المشهد أو بالتعاون معهم. وأعتقد أن إزاحة الأمنيين من المشهد كان أمرا مستحيلا ولا يزال أمرا مستحيلا، لأنه هناك دائما تهديد بالفوضى وتهديد بالاضطرابات، والجميع يتخوف من هذه المسألة. فهناك إقرار بدور الأمنيين في المرحلة الجديدة، ولكن في سياق قانوني وحقوقي جديد. فالناشطون سواء كانوا جمعياتيين مدنيين أو سياسيين أصبحوا متيقظين جدا للانحرافات التي تحصل من حين إلى آخر في المؤسسة الأمنية، وخاصة بالنسبة لحماية حقوق التظاهر وحقوق التنظم وحقوق التعبير. ونجد أن وزارة الداخلية أصبحت تقريبا بصفة شبه مستقرة تسلم أو يسلم زمام قيادتها إما إلى إداريين من خارج المؤسسة الأمنية أو إلى قضاة، حرصا على ضبط تدخل المؤسسة الأمنية بالقانون واحترام القانون. وانطلقت أيضا برامج إصلاح المؤسسة الأمنية، وتم ذلك عن طريق تحسين التكوين و الانتدابات الجديدة، ثم بالتدريج يعني تم التخلص شيئا فشيئا من كبار الموظفين القدامى، إما بطريقة طبيعية بخروجهم للتقاعد بمغادرتهم للمعاش كما يقال في السودان، أو بتعويضهم ويعني توزيعهم على مؤسسات دولة أخرى، ما يجعل وزارة الداخلية اليوم أكثر قابلية للتعايش مع مقتضيات الانتقال الديمقراطي، وأصبحت أقل التجاوزات التي ترتكب من قبل المنتسبي الداخلية تكون منطلقاً لاحتجاجات جديدة، وتضطر معها وزارة الداخلية إما للاعتذار أو للتراجع أو ل يعني الحوار. وهذا تطور كبير مقارنة بالفترات السابقة. الشيء الأكيد هو أنه يعني وزارة الداخلية أصبحت تعتبر نفسها شريكة في الانتقال الديمقراطي، ولا أحد ما زال يشكك في هذه الشراكة مهما كانت درجة معارضته للمنظومة الجديدة القائمة. على مستوى آخر، نجد أنه وزارة الداخلية أو الأمنيين أو رجال الجهاز الأمني أصبحوا تحت ضغط القوانين الجديدة، ومن أهم هذه القوانين
على الإطلاق هو قانون النفاذ إلى المعلومة الذي يجعل وزارة الداخلية ملزمة بالقانون بإعطاء كل المعلومات لأي مواطن يطلبها ما دامت هذه ما دام إعطاء هذه المعلومات لا يعارضه القانون. وأيضا يعني مراقبة مجلس نواب الشعب لأداء هذه الوزارة عبر لجنة القوات الحاملة للسلاح في البرلمان التونسي، وبالتالي هناك نوع من الدفع المستمر من أجل أن تلعب هذه الوزارة بكل منتسبيها يعني الدور الذي يفترض أن تلعبه في هذا الانتقال الديمقراطي عن طريق حماية الانتقال الديمقراطي وتيسيره. أيضا هناك نقطة أخرى هامة وهو منع التنصت الهاتفي دون إذن قضائي، ومنع يعني رجال الأمن من إنكار حق المعتقلين في حضور محامي منذ الجلسة الأولى. وفي المقابل تطورت استقلالية السلطة القضائية ما جعلها تحكم بإدانة الكثير من موظفي الداخلية عندما كانت تحدث هذه التجاوزات. فهذا هو السياق العام الذي يجعل أن وزارة الداخلية والاستعلامات، ولاحظوا أنني لم أتحدث عن الجيش هنا والعسكر لأن العسكر لا دخل له مطلقا ومنذ عشرات السنين في هذه المواضيع السياسية في تونس، بالتالي يعني هذا يجعل أن الضغط على المؤسسة الأمنية من أجل أن تلعب دورا أكثر التزاما بالقوانين والدستور هو ضغط متواصل، وآخر ذلك ما حصل في يوم 14 يناير الماضي في الذكرى العاشرة للثورة، عندما حاولت وزارة الداخلية بتعليمات من الحكومة منع المتظاهرين من التظاهر في المكان الذي يعني صارت فيه مظاهرة 14 يناير منذ 10 سنوات، أي أمام وزارة الداخلية، وكان يعني المشهد غريبا نوعا ما لأنه كان هناك اعتداءات من المتظاهرين على الأمنيين، ولكن كانت التعليمات للأمنيين هو بضبط النفس وعدم الرد على هذه الاعتداءات، وهو كان مشهدا رمزيا كبيرا جدا لا أعتقد أنه حصل مثله في أي بلد عربي آخر، سواء كان هذا البلد قد دخل مرحلة الانتقال الديمقراطي أو لا. هذا ناتج عن الدربة وعلى تعود وزارة الداخلية التعامل مع هذه الاحتجاجات وعلى تطور عقل سياسي لدى هذه الوزارة بالموازاة أو فوق العقل الأمني الذي تميزت به. شكرا جزيلا دكتور عدنان لهذا السرد الوافي، وبدون شك القطاع الأمن له دور فعال في التحول الديمقراطي، والتجربة التونسية أثبتت على أساس أنها دي قطاع مهم جدا في التغيير الديمقراطي. السؤال الثاني بناء على التجربة التونسية، ما هي بعض التحديات أو الأسباب اللي بتدعى القطاع الأمن لا يتنحن السلطة، وكيف ممكن لجعل القطاع الأمن يطمئن إنه الانتقال الديمقراطي من مصلحة القطاع الأمن؟ هو في الحقيقة أجيب على هذا السؤال بإجابتين وهما إجابتان متكاملتان. أعتقد أنه عدم إثارة تخوفات الأمنيين هذا لا يتم إلا بقوانين واضحة تجعل المخطئ أو المذنب هو المستهدف بالقانون وفي نطاق القانون بغض النظر عن وضعيته إن كان أمنياً أو غير أمني. والحالة الثانية هو يعني إشعار الأمنيين بأنهم يمكن أن يساعدوا على هذا الانتقال الديمقراطي وعلى حماية التجربة الديمقراطية من كل عناصر الفوضى التي تحصل، وإيجاد أدوار بديلة ومساعدة تقوم بها المؤسسة الأمنية. وأعطي مثال على ذلك والتصدي للإرهاب في تونس. التونسيون غير متعودين بالإرهاب، وأريد أن أشير إلى ملاحظة وهو أن ملكية السلاح ممنوعة في تونس بحكم القانون منذ حوالي 50 عاما،
وبالتالي السلطة الأمنية والسلطة العسكرية هي المخولة فقط بالقانون. قانونيا وفعليا هذه السلطات وحدها تملك السلاح، وبالتالي يعني هذا ييسر بطبيعة الحال عمل المؤسسة الأمنية التي وجه جهدها الأساسي منذ سنوات للتصدي لخطر المجموعات الإرهابية الموجودة في المناطق الغربية للبلاد. هي في الحقيقة مجموعات صغيرة محدودة جدا، بضع عشرات في أقصى تقدير، ولكن المعركة ضد الإرهاب أحدثت تعاطفا كبيرا بين الأمنيين، بين المؤسسة الأمنية والعسكرية وبين المواطنين، وحصل ذلك على سبيل المثال منذ بضع سنوات في هجوم على إحدى مدن جنوب البلاد من قبل قوات تابعة لداعش، وحصل نوع من الالتحام بين المواطنين المدنيين والقوات الأمنية في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية، ووقع إفشال هذه الهجمات الإرهابية فيما يشبه الملحمة. وبالتالي هناك طريقة جديدة أو إمكانية يعني تحول في وظيفة القوى الأمنية من وظيفة ذات طابع سياسي تتميز بمراقبة السياسيين والجمعيات ومنع انفتاح النظام، إلى دور في حماية المجتمع وحماية النظام الديمقراطي من خلال التصدي للإرهاب. هناك نقطة أخرى هامة جدا أيضا، وهذه النقطة الثانية التي أشرت إليها، هي مسألة التجاوزات المالية أو الفساد. منذ 10 سنوات ووقع وضع ذلك في الدستور، وقع وضع هيكل رقابة مالية في إطار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهذه الهيئة أي مسؤول يعني تقع تسميته في وظيفة من درجة حتى من درجة متوسطة هو مجبر على التصريح بممتلكاته وبمصالحه بحكم القانون، ولا يمكن أن يشرع في مهامه إلا إذا يعني صرح بممتلكاته. وهناك تصريح بممتلكات عند الدخول للوظيفة، وتصريح بالممتلكات عند الخروج من الوظيفة حتى يمكن مراقبة يعني إن كانت ثروته قد تطورت بصفة غير طبيعية. وهناك الكثير من القضايا في هذه المسائل التي شملت حتى كبار القضاة وكبار السياسيين وكبار رجال الدولة في تونس، وكان منطلقها وجود تضارب مصالح أو وجود شبهات فساد حول مداخيل غير مصرح بها. هذه طريقة لمراقبة تجاوز السلطة، سواء تعلق الأمر بأمنيين أو بغير أمنيين، لأنه المنطق الذي قام عليه النظام السابق قبل الثورة بينه وبين المؤسسة الأمنية أو كبار موظفي المؤسسة الأمنية كان نظاما يقوم على تبادل المنافع، أن النظام يستفيد من يعني سلطة الأمن لجعل الأمور مستتبة لهذا النظام، و في المقابل يغض الطرف عن التجاوزات والممارسات الفاسدة التي يسلكها بعض كبار الأمنيين أو بعض حتى الضباط المتوسطين وتسمح لهم بالحصول على منافع. كل هذا السياق في الحقيقة هو سياق لا يشجع فقط الأمنيين على المشاركة من موقعهم في السياق الديمقراطي، وإنما يجبرهم على ذلك جبرا بالقوانين وبالضمانات الموجودة للمواطنين في البلوغ للمعلومة، أي معلومة أي مواطن من حقه أن يطالب بها. وتكونت هيئة وطنية لضمان بلوغ المعلومة، ومع مجتمع مدني نشيط، مع حرية التعبير، مع حرية التصوير، حرية التظاهر، حرية التنظم. أعتقد أن هذه كلها يعني مكونات في منظومة من شأنها أن تساعد على أن تحصل البلاد على جهاز أمني منخرط بحكم الواقع في برغم التجاوزات التي تحدث من حين إلى آخر، جهاز أمني منخرط بحكم الواقع
في الانتقال الديمقراطي. شكرا جزيلا دكتور عدنان. السؤال الأخير فيما يختص بعد عقد من الانتقال الديمقراطي في تونس، ما هي بعض الدروس التي يمكنك مشاركتها مع المستمعين في السودان في تحويل القطاع الأمن ليصبح محركا رئيسيا أثناء الانتقال الديمقراطي؟ هو في الحقيقة سؤال هام لوكا، يعني سأنطلق من مثال، وهذا المثال أعتقد أنه يقدم دروسا. في السابق على سبيل المثال كانت المؤسسة الأمنية تنفذ الأوامر، وكانت يعني نادرا ما تعبر على مواقف سياسية أو غيرها، وكانت تحتكر تقريبا كل العملية الأمنية والسياسية. أعطيكم على سبيل المثال أنه قبل الثورة كانت وزارة الداخلية هي التي تنظم الانتخابات، بما يعني أنها هي التي كانت بنفسها تصرف على تزوير الانتخابات. فكان من أول القرارات التي وقعت بعد الثورة مباشرة هو تأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهذه الهيئة مستقلة فعلا بحكم القانون وبحكم طبيعة الأشخاص الذين يقعوا انتخابهم لهذه الهيئة، وبرغم عدم إمكانية عزل هؤلاء الأشخاص من طرف أي سلطة كانت، فهم إما يستقيلون طوعا أو ينهون المدة الموكولة لهم بحكم القانون، مما يجعلهم مستقلين فعلا عن جميع الأطراف. وبذلك تحولت الأجهزة الأمنية من أجهزة مهندسة للعملية الانتخابية منحازة لأحد أطراف العملية الانتخابية، متجاوزة ضد أطراف أخرى في العملية الانتخابية، مزورة أصلاً للعملية الانتخابية، إلى أجهزة تكتفي بمرافقة صناديق الاقتراع من مكان إلى آخر مع السلطات العسكرية، وتحمي مكاتب الاقتراع من الخارج، من إمكانية أن تحصل اعتداءات على مكاتب الاقتراع من الخارج دون أن يكون لها أي دور بتاتا ومطلقا في سير العملية الانتخابية، في كل العمليات التي تبدأ منذ الإعلان عن الانتخابات وحتى التصريح النهائي بالانتخابات. أعتقد أنه هذا مثال هام جدا، وأعتقد أنه تعدد الحكومات وتغير الحكومات بفعل الانتخابات وبفعل تغير العملية تغير الأغلبيات البرلمانية أدت إلى حصول قناعة لدى معظم القيادات الأمنية ومعظم الإطارات الأمنية بأن من مصلحة هذه الإطارات احترام القانون وتطبيق القانون بغض النظر عمن هو في الحكومة وعمن هو في المعارضة، لأنه بعد الثورة مباشرة كان أكبر المعارضين للنظام السابق هم الذين أصبحوا في الحكم، وفي الحقيقة لم تحدث عملية انتقامية مطلقا من الأجهزة الأمنية ومن المسؤولين الذين تورطوا حتى في عملية تعذيب واعتقال تعسفي وما إلى ذلك. بل أكثر من ذلك نجد أنه شخصية معارضة للنظام بن علي قضت حوالي 16 سنة في سجون بن علي، وتلقت الكثير من التعذيب تحت نظام بن علي. هذه الشخصية أصبحت بداية من أواخر 2011 وزيراً للداخلية، وكان الأمر محرجاً لكثير من القيادات الأمنية، ولكن وقعت طمأنتها في سياق سياسي معين ليس هناك ضرورة للعودة إليه، طمأنتها وتركها تواصل القيام بمهامها، ولكن بالحرص على أن يكون هناك احترام أكبر للقانون من خلال أداء هذه المهام. أعتقد أنه وأعود إلى التركيز على النقطة التي أدهيت بها الجزء الثاني من هذه المداخلة، هو لا يمكن أن يحصل أو أن تحصل قناعة لدى الأجهزة الأمنية بالانخراط مباشرة في النظام الديمقراطي، وإنما يتم الأمر بصفة تدريجية بأعمال رمزية، بعمل توعوي، بتطوير الحريات،
لأن هذه الحريات التي ستراقب أداء المؤسسات بنزع عدد من الوظائف التي من شأنها ترسيخ التجاوزات وبوجود سلطة منتخبة وحكومات متتابعة ومتتالية بالنظر لنتائج الانتخابات. هذا شيئا فشيئا يرسخ القناعة لدى الأمنيين بأن الحامي الوحيد لهم هو القانون، والحامي الوحيد لهم هو عدم ارتكابهم أخطاء تجاه القانون، ومرافقة هذا الانتقال الديمقراطي في سياق المنطق الجديد للانتقال الديمقراطي، وهو منطق دولة القانون والمؤسسات. شكرا جزيلا دكتور عدنان للمداخلة والمشاركة للتجربة التونسية. بدون شك التجربة التونسية عندها خصوصية، والتجربة السودانية عندها خصوصية أيضا، لكن هناك دروس ممكن استفادة منها بالنسبة للسودان في الفترة الحرية اللي بتمر بها البلاد. لكل المستمعين أو الحضور، إذا كان عندكم أسئلة لدكتور عنان، ممكن كتابة هذه الأسئلة في المفتاح المختص في الصفحة بتاع زوم، ويمكنك أيضا يكون عندك مداخلة مباشرة بالأسئلة للدكتور عنان. دكتور عنان شكرا جزيلا. شكرا. نحول الآن للمتحدث الثاني، هو بروفيسور حسن الحاج علي، ربما أنا ما نصحي. بروفيسور حسن الحاج علي كتب مقالة شيقة، مقالة ربما ده من الأسباب اللي خلتنا إنه يكون هو من المتحدثين اليوم. والمقالة دي نشرت في مجلة السياسات العربية وفي عدد خاص، ده في 2017، عدد خاص عدد 24، وأنا ممكن أقول ده من المقالات المميزة. وحنا حاول إنه، وده المقالة كتبت قبل الثورة السودانية، وكان في تشخيص يعني عميق بالنسبة للتحول الديمقراطي أو التحولات اللي حصلت في السودان. فأسئلتنا حتتجه على بروفيسور حسن بناء على مقالتك الشيقة في مجلة السياسات العربية. ذكرت وممكن عايز تشارك المستمعين عن العوامل الأساسية التي تشجع التدخلات العسكرية المتكررة في السياسة السودانية، ولماذا هناك التحدي للجيش عن التنحي عن السلطة وتسليم السلطة للسلطة المدنية. الفرصة لك بروفيسور حسن. أولا أود أن أتقدم بجزيل الشكر للدكتور لوكا ولمنظمي هذه الندوة، المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، ولمعهد السلام الأمريكي. للإجابة عن هذا السؤال المهم، أنا أرى أن هنالك جملة من الأسباب أود أن أوجزها في النقاط التالية. السبب الأول متعلق بالتسييس العام الذي شاهده المجتمع السوداني، وعلى وجه الأخص التسييس المؤسسة العسكرية، فقطاعات واسعة من المجتمع السوداني مثل الطلاب والعمال والمزارعين وحتى رجال الدين مسيسون تماما، وبالتالي المؤسسة العسكرية ليست فوق هذا التسييس، بل بدأ فيها التسييس منذ نشأتها الأولى. الضباط السودانيون الذين كانوا يعملون في الجيش المصري كانوا مسيسون، مما
وانعكس ذلك حقيقة في ثورة 1924، وبعدها تأسست قوة دفاع السودان في عام 1925. وأول يعني انقلاب شهد السودان، وهو أول انقلاب أيضا في أفريقيا جنوب الصحراء، وقع في عام 1958، وجاء بطلب من رئيس الوزراء في ذلك الوقت السيد عبد الله خليل. وقد أفاد الفريق إبراهيم عبود قائد الانقلاب بعد ثورة أكتوبر 1964 والتي أطاحت بالنظام العسكري، أطاح ذكر للجنة التحقيق أنه سبب استلام القوات المسلحة للسلطة هو طلب رئيس الوزراء في ذلك الوقت كما أشرت للجيش باستلام السلطة، وكان رئيس الوزراء ينتمي لحزب الأمة في ذلك الوقت، وكان يخشى من أن الدورة البرلمانية الجديدة في السودان سوف تأتي بحكومة ائتلافية جديدة من حزبي الوطن الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي، لذا كان يريد أن يستبق هذا التغيير. أيضاً الانقلاب الثاني الذي وقع في عام 1900 في مايو 1969 قامت به مجموعات يسارية فيها مجموعات قومية عربية بالإضافة للضباط الأحرار، وقد جاء هذا التدخل بعد فترة وجيزة أيضا من حل الحزب الشيوعي السوداني، وظهرت يعني التوجهات اليسارية في بدايات النظام الأيام الأولى السنوات الأولى. أيضا هذا الأمر وضح في الانقلاب الذي رتبته الجبهة الإسلامية القومية في عام 1989، حيث رتبت ونظمت لهذا الانقلاب، واستمر الحكم فيه قرابة 30 عاما. فهذا يوضح أنه الانقلاب العسكري استخدم كآلية سياسية لتحقيق أغراض وأهداف سياسية لا تستطيع هذه الأحزاب القيام بها عبر آليات السياسة العادية المتعارف عليها عبر انتخابات. النقطة الثانية أو السبب الثاني هو أداء الحكومات المدنية المتعاقبة، فقد شهدت هذه الحكومات حالات من الانقسام الحاد بين المدنيين، حيث نجد أنه في الحكم الديمقراطي الأول من عام 1956 حتى 1958 لم يتجاوز عمر أطول حكومة عامين، ربما كان عام ونصف، يعني هذا أقصى عمر للحكومة. أيضا في الحكم الديمقراطي الثاني والذي جاء في فترة من 65 حتى 69 في الانقلاب الثاني، كان هنالك حوالي 4 حكومات في ال4 سنوات بمعدل حكومة لكل سنة، مع تغير التحالفات السياسية وتبدلها في هذه الفترة. وهذا أدى انطباع أنه النظام المدني ليس مستقرا، أنه السياسيون يمارسون المناورة وتغيير التحالفات التكتيكية بين فترة وأخرى. السبب الثالث في تقديري هو التطور في دور الجيش السياسي، الجيش السوداني والمؤسسة العسكرية السودانية كانت إما تتدخل مباشرة باستلام السلطة أو تمتنع عن التدخل في العمل السياسي، لكن حدث تحول في الديمقراطية الثالثة عندما أصبح الجيش أيضا قوة لديها فيتو، لديها حق نقض على قرارات سياسية وتشكيل الحكومة المدنية. ويعكس هذا الأمر مذكرة الجيش التي رفعها في 20 فبراير 1989 مطالبة الحكومة المدنية بإجراء إصلاحات وانتهاك سياسات محددة
وهذا الأمر أدى إلى أن عدد من التنظيمات والنقابات السياسية تطالب بتغيير الحكومة بعد أن رفعت مذكرة القوات المسلحة، وأردفت القيادة قيادة القوات المسلحة ببيان آخر في 11 مارس تسأل الحكومة عن ماذا فعلت بشأن مذكرة القوات المسلحة، وهذا أدى إلى تغيير الحكومة الائتلافية القائمة وظهور حكومة ائتلافية جديدة. فتنامي الدور السياسي للقوات المسلحة كان أيضا سببا رئيسيا في دخول أو استلاب للسلطة. هذا أيضا يعني بيعزز رؤية المؤسسة العسكرية نفسها لدورة وتنامي القوة الاقتصادية. يعني نشهد يعني بروز القوة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية منذ أيام حكم مايو، عندما تأسست المؤسسة الاقتصادية العسكرية في ذلك الوقت وقامت بدور في المجال الاقتصادي. تنامى هذا الدور منذ ذلك الوقت وحتى الآن، حيث أصبح للقوات المسلحة شركات اقتصادية، وبالتالي أصبحت أيضا قوة اقتصادية موجودة في الساحة. فهذه تقريبا بإيجاز الأسباب التي أراها دفعت القوات المسلحة لاستلام السلطة أو القيام بانقلاب عسكري. شكرا جزيلا بروفيسور حسن لتحديد هذه الأسباب، وده بدينا للسؤال الثاني. وذكرت في مقالتك إنه التدخلات العسكرية في السياسة السودانية كانت إما بمساعدة أو تحريض من القوة السياسية المدنية، ففي رأيك ما هي الأسباب التي دفعت القوة السياسية المدنية في السودان إلى اللجوء إلى التدخلات العسكرية بدلاً من التداول السلمي للسلطة خلال انتخابات نزيهة في السودان؟ أيضا هنالك أيضا عدد من الأسباب التي دفعت المدنيين للاستعانة بالقوات المسلحة لاستلام السلطة. السبب الأول أن هذه الأحزاب ما عدا في الانقلاب الأول للفريق إبراهيم عبود كانت أحزاب صغيرة من حيث الحجم السياسي، ولها توجهات أيضا أيديولوجية، سواء كان أحزاب يسارية أو أحزاب يمينية إسلامية، فهي كانت لا تتمكن من تنفيذ برنامج سياسي عبر الانتخابات، لأنه ليس لديها يعني قوة كبيرة في الشارع، وبالتالي كانت تفضل اللجوء إلى أقصر الطرق وكما تراه أسهل في الوصول إلى السلطة، حيث أن طريق الانتخابات طريق طويل ويتطلب قاعدة شعبية، يتطلب سند في الشارع، وهذا يعني غير متوفر لهذه التنظيمات الأيديولوجية المختلفة. السبب الثاني أنه هنالك إيمان وسط هذه المجموعات بأهمية التغيير الفوقي، أن التغيير الذي يأتي من فوق هو أكثر سرعة وناجع أكثر، وهذا أيضا موجود في الأدبيات هذه الأحزاب ليس في السودان فقط لكن حتى في المنطقة العربية، أن التغيير الفوقي هذا سريع ويمكن عبر السلطة تنفيذ كثير من البرامج إنزالة من فوق على عامة المواطنين، فهذا أدى إلى يعني الاستعانة بهم. ويعضد هذا الاتجاه أيضا أن الضباط نفسهم لديهم نزعات تؤيد هذا الاتجاه. يعني إذا نظرنا إلى نوعية العسكريين
السياسيين الذين استلموا السلطة في السودان، فنجد أن منهم يعني هنالك ثلاث أنواع من هؤلاء العسكريين السياسيين. النوع الأول هم ضباط البرنامج، وهؤلاء لا يرغبون في الاستمرار في السلطة، وهدفهم الأساسي نقل السلطة إلى مدنيين، ويفضلون البقاء في ثكناتهم العسكرية. وهذا يمثل بصورة واضحة المشير سوار الذهب الذي استلم السلطة بعد الانتفاضة في عام 1985. النوع الثاني من الضباط العسكريين المسيسين هم الضباط المحافظون الذين لا يريدون إحداث تغيير سياسي أو اجتماعي في البلد، بل يريدون المحافظة على الوضع الراهن أو على الأمر الواقع في البلد، وأيضا يحاولون منع إحداث تغييرات أساسية في البنية الاجتماعية والسياسية. يمثلون في هذا الصدد الفريق إبراهيم عبود الذي قام بأول انقلاب عسكري في السودان، ومجموعته كان مجموعة من كبار الضباط المحافظين الذين لم يحدث أي تغيير أساسي طوال 6 سنوات حكوا فيها السودان. المجموعة الأخيرة اللي هم الضباط الحكام، والذين لديهم أجندة سياسية، لديهم برنامج سياسي، يريدون إحداث تغيير فوري. هذا شاهدناه في انقلاب مايو 1969 الذي كان بقيادة جعفر النميري، وأيضا انقلاب الجبهة الإسلامية الذي حدث في يونيو 1989 بقيادة عمر البشير والذي أطاحت به الثورة مؤخرا. فنوعية هؤلاء الضباط الذين يرغبون في إحداث تغييرات يتم التحالف معهم من قبل القوى السياسية المدنية. فهذه يضاف إليها موضوع الطموح الشخصي لعدد من الضباط الذين يودون أن يؤدوا دورا أو أن يكون لديهم مناصب عليا في الدولة. فهذه باختصار الأسباب التي تدفع المدنيين للاستعانة بالعسكريين. شكرا جزيلا بروفيسور حسن. السؤال الأخير وربما دي الخاتمة للمقالتك في المجلة السياسات العربية للتحليل الدقيق للتحولات العسكرية في السودان، هل يمكنك أن تشارك مع المستمعين ما هي الدروس التي يمكن تعلمها لنجاح الانتقال الديمقراطي الحالي في السودان، وكيف نجعل إنه هذا التحول الديمقراطي يصب من المنفعة بتاع القطاع الأمني؟ الدلالة الأولى أنه لن يتحقق استقرار سياسي وتكون هنالك ديمومة لنظام ديمقراطي أو التحول نحو الديمقراطية في ظل عزل قوة سياسية معتبرة في البلاد وإبعادها. والبلاد عانت قبل ذلك من حل الحزب الشيوعي السوداني ومن فيتو القوات المسلحة بإخراج الجبهة الإسلامية القومية من الحكومة الائتلافية، وبالتالي ضرورة إشراك كل القوى السياسية النافذة في الشأن السياسي العام يجعل الجميع شركاء في العملية السياسية، الجميع شركاء في عملية التحول نحو حكم ديمقراطي مستدام. النقطة الثانية أو الدلالة الثانية المهمة في تقديري أنه في السودان يحتدم الصراع بشدة على السلطة، لأن السلطة هي المهيمنة على كل المجالات. السلطة هي التي تقدم التعليم، السلطة هي التي تمتلك وسائل الإعلام،
السلطة هي المسيطرة على الأدوات والبرامج والمؤسسات الاقتصادية، وبالتالي الابتعاد عن السلطة يعني الابتعاد عن كل شيء، وبالتالي يشتد الصراع على السلطة لأنها هي المهيمنة على المجالات المختلفة. هذا يتطلب أن القوى السياسية المختلفة أن تعمل على توسيع دور المجتمع، أن يتولى المجتمع أدوار اقتصادية وأدوار تعليمية وتربوية، وبالتالي يخف الصراع حول السلطة، لأنه في مجالات أخرى يجد فيها يعني الفاعلون النشطون ما يودون تحقيقه غير السلطة الحاكمة. الدلالة الثالثة وأيضا في رأيي مهمة، لا بد أن تدرك المؤسسة العسكرية أن التحول نحو الديمقراطية هو في مصلحة هذه المؤسسة العسكرية، لأن المؤسسة العسكرية وبحكم التجربة السياسية في الأنظمة العسكرية المختلفة عانت من التسييس في التعيين وفي الترقية، ولم يكن هنالك اعتبار للكفاءة. فعندما يقوم نظام ديمقراطي فإن الشفافية ستحقق مبدأ الكفاءة بالنسبة للقوات المسلحة، وستنأى عن التدخل في الشأن السياسي، لأن هذا سيكسبها شرعية وإجماع قومي. كما أن الاختيار على أساس الكفاءة والابتعاد عن المحاصصة السياسية سيجعلها جهاز قومي مقبول من كل السودانيين، وبالتالي كونها تكون جهاز قومي هذا بيتطلب ابتعاد عن الانخراط في العمل السياسي، وتكون حامية للجميع، ومساهمة الجميع فيها بتنعكس أيضا وينعكس فيها تنوع المجتمع السوداني كمؤسسة جامعة ضابطة لحركة البلد بصورة عامة، وليست منحازة لطرف سياسي ضد طرف سياسي آخر. شكرا جزيلا بروفيسور حسن، وكان تلخيص يعني جميل للمقالة. أود إنه نقول لكل المستمعين إنه المقالة دي موجودة في عدد خاص في مجلة السياسات العربية. قبل ما ننتقل للجلسة عن الأسئلة، أود أن نقدم زميلي بيتن كنوف، ومن بعده البروفيسور منتصر الطيب للتعقيب. بيتن، مرحبا بك. بيتن. Can you hear me now? Just to say, أقول لكم أيها السادة والسيدات أنه من أجل أن لإعطاء غنى لهذه المناقشة أود أن أشكر كل الذين تقدموا بإعطاء رأيهم بالنسبة لهذا الموضوع. لقد استمعنا إلى كل الدروس التي استفدناها من هذه الحصة. شكرا جزيلا للتكلم عن سياق لقد قدمتم أرضية ناجحة من أجل إطلاق حصة مناقشة، وهي بداية جيدة لسلسلة الحصص التي سوف نشارك فيها في المستقبل. شكرا جزيلا. لا أود أن أهيمن على الوقت، ولكن أود أن أعطي كلمة أو أن أبدأ حصة الأسئلة والأجوبة، وأود أن باسم المعهد الأمريكي للسلام أن أشكركم على المشاركة في هذه المنصة. شكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا جزيلا بيتن.
ندي التعقيب للبروفيسور منتصر طيب. بروفيسور المعذرة، هنتحول الآن للحلقة بتاع الأسئلة. هناك أسئلة قدمت لك، لكن يمكنكم رفع أيديكم إذا تريدون أن تسألوا أسئلة مباشرة للمتحدثين. قبل ما نمشي للأسئلة المباشرة، هناك بعض الأسئلة عايز نبدأ بالدكتور عدنان. في بعض الأسئلة بتقول الدور العسكر في التحول الديمقراطي، ليه المؤسسة العسكرية لم تتدخل في إعاقة التدخل الانتقال الديمقراطي؟ ممكن تجيب على هذا السؤال ومن بعض حنكون. شكرا على هذا السؤال. أفهم من هذا السؤال أن الأمر يتعلق بالعسكر، يعني بالجيش. الأمر كذلك. طيب. هذا أمر يتعلق بالسياق الذي تحصلت فيه البلاد على استقلالها منذ سنة 56. في تلك الفترة ومنذ أواخر الأربعينات بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، شهدت الكثير من البلدان العربية انقلابات عسكرية، وهذه الانقلابات يعني في بعض الحالات كانت متتالية ومتسارعة وعديدة، وكان يعني الحركة الوطنية في تونس في آخر السنوات قد فهمت أن عملية إدخال الجيش في السلطة أو السماح بدور للجيش قد يجعل الجيش طامعا في السيطرة على الحكم هو أمر خطير. كل الذين حكموا البلاد بعد الاستقلال حول زعيم الحركة الوطنية بورقيبة كانوا من المدنيين، وكانوا من المدنيين المؤمنين بالفصل بين السلطات، وخاصة المتخوفين من سيطرة العسكر. فوقع إنشاء الجيش التونسي في يونيو 1956، وكانت السياسة أو العقيدة العسكرية الأساسية للدولة في هذا الموضوع هو إبعاد العسكر وإبعاد الجيش عن لعب أي دور سياسي، وبقي الجيش يلعب الدور التنموي ويحمي الحدود، وفيما عدا ذلك هو داخل الثكنات. في الثورة حصل نوع من التحول في الثورة عندما طلب من الجيش التدخل ضد المدنيين وضد الاحتجاجات. وفي الحقيقة تدخل الجيش في الاحتجاجات لم يكن تدخلا عنيفا ضد المدنيين، مما جعل الجيش يبدو في صورة الحامي للثورة بغض النظر عن التفاصيل، في صورة الحامي للثورة. وحتى لاحقا عندما كانت تحدث اضطرابات نتاج بعض الاحتجاجات وتحدث اصطدامات مع وزارة الداخلية ومع الأمنيين، كانت الأمور تهدأ بمجرد انسحاب الأمنيين ودخول العسكريين، دخول الجيش. بمعنى ذلك أنه الجيش يتمتع بمصداقية كبيرة داخل البلاد، وجزء كبير من هذه المصداقية ناتجة عن يعني ابتعاده عن المشاحنات السياسية وعدم دخوله في ما يتجاوز دوره في حماية المؤسسات وحماية الحدود ومواجهة الإرهاب. يعني هناك تعاطف كبير مع الجيش ومع المؤسسة العسكرية، وهو تقريبا هذه المؤسسة من أكثر المؤسسات التي يثق بها التونسيون اليوم. شكرا جزيلا. بروفيسور حسن، هناك سؤال بالنسبة هل هناك بعض التوقعات بالتدخل العسكري في الفترة الجاية، وما هي الأسباب اللي ممكن تدفع لذلك، أو كيف ممكن إيقاف التدخل المستمر للعسكر في المؤسسة العسكرية في السياسة السودانية؟ والله أنا أرى أنه هنالك صعوبة في غياب انقلاب عسكري في السودان مرة ثانية، أو
استلام العسكريين للسلطة. هذا ليس مستحيلا لكنه صعب، ويعني تكمن الصعوبة في أنه هنالك متغيرات كثيرة جرت الآن في السودان، أنه الثورة السودانية كان قوامة شباب، هؤلاء الشباب لا أتوقع أن يقبلوا بحكم عسكري بالنسبة لمستقبل السودان، وإلا لما ثاروا أساسا. وأيضا هنالك موازين القوى نفسها الموجودة في سواء كان موازين القوى السياسية أو العسكرية لا ترجح أن يكون هنالك انقلاب عسكري في القريب. أيضا هنالك عوامل إقليمية وعوامل دولية أيضا لا ترجح أن يكون هنالك تدخل عسكري سافرا، لكن سيظل ستظل المؤسسة العسكرية قوة مهمة، وأتوقع أن تظل هذه الأهمية السياسية متوفرة حتى في السنوات القليلة القادمة، لكن ليس في شكل تدخل مباشر، لكن ربما يكون لديها حق الفيتو أو حق التأثير الكبير على مجريات الأوضاع السياسية في السودان. شكرا جزيلا دكتور حسن. بدون شك المؤسسة العسكرية لها دور فعال وبالأخص في إطار الثورة السودانية لتحقيق الأهداف، وده مؤسسة كانت لعبت دور فعال كمان في التضامن مع الشارع السوداني والثورة السودانية. نتمنى إنه يكون التحول الديمقراطي يكون سلسا ومن مصدر الأهداف الثورة السودانية. شكرا جزيلا. عايز ندي فرص لبعض